خلاص. اه طيب، طب معلش في النقطه دي تحديدا قبل ما نكمل، البعض في الوقت ده تحديدا بيقول ان هناك خلافات واختلافات في مجلس الاداره، تقول له ايه؟ اقول له النهارده قرار مجلس الاداره هو الوحيد الذي يعبر عن راي مجلس الاداره. نعم، هذا القرار بالاجماع يبقى هو ده رد على كل التساؤلات. اه يا فندم. طب اخر قرارات اتخذها النادي الاهلي، الثلاث قرارات الاخيره، كافه القرارات اللي اتخذها المجلس الاهلي خلال الفتره اللي فاتت كلها بالاجماع. كلها بالاجماع، كلها بالاجماع، ده مثبت يا فندم بالورق؟ مثبت بالورق ومثبت بالمحاضر الرسميه اللي بتروح للجهه الاداريه وبتتعرض، كل ده مثبت بالاجماع. بتحصل تشكيك للبلبله، خلي بال حضرتك، انا عارف طبعا، لكن انا بقول لحضرتك ليه الكلام ده؟ علشان نوضح للجمهور النادي الاهلي مجلس ادارته بيعمل ايه، او كيف يتصرف مجلس اداره النادي الاهلي.